دعيت من قبل هذا المركز الذي قام الشيخ حمدان، وطبيت من الرياض لهيثرو، مطار ايش هيثرو وين؟ لندن، ومن لندن دبلن، وكنت تعبان حوالي 10 ساعات من جدة للرياض، يعني تعبت الحقيقة في الطريق، وماخذ بشتي وحاطه بحجري وقاعد ونعسان، انعس في المطار لاني تعبان، وانا عس جتني مرأة ايرلندية يمكن عمرها 30 سنة وضربت على فخذي، قالت لي انتبهت، قالت يو فيري بيوتيفول. اي والله تقول لي انت، لا مو يعني وش معنى فيري بيوتيفول يا ابو غالية؟ اسأل غيري. طيب لا مو انت جميل، فيري بيوتيفول، لا انت جميل جدا، يعني اكدت ب فانا حقيقه قلت لها عاد، قالت لي يعني انك جميل جدا، قلت لها داري امي دائما تقول، يعني انت اول واحد امي دائما تقول روحي جميل تعالي جميل. فالشاهد ولا الحمد، رحنا لايرلندا وكانوا الشباب الاماراتيه والقطريه والكويتيه عندهم يعني طلعه بر يسمونها، فتجمعوا وراحوا وجابوا معهم دكاتره غير مسلمين، وصرنا نلعب معهم طائره، وصرت الحمد لله العب يعني حتى لعبت انا خطير في لعبه الطائره والسله، خصوصا السله، السله تلعب كذا تجيب جول صح؟ انا لا مع وراء. فالشاهد انهم يوم حضروا معنا غير المسلمين تعجبوا، يعني الشيخ اللي جاي يلقي فيهم دروس وخمس ايام جاي عشان محاضرات دينيه ومواعظ قاعد يلعب كذا ويضحك وينكت، استغربوا. فقال لهم الاخوه المترجمين، الاخ الظاهر كان من زيتة عمر، من مو من راس الخيمه، ورا راس الخيمه، قولوا معي لا ام الخرفان، لا خورفكان، خورفكان من خورفكان، لانهم هم جزاهم الله خير ذبحونا طليان واخطا باسمائهم. طيب انتم معي؟ فأقول الحمد لله بفضل الله منتي من الله، وجزا الله هذا المركز الخير والذي أقامه كل خير وجعله في الجنة، رأوا هذا الشيء فاستغربوا انبهروا. وهذه مي أول مرة، أذكر قبل 10 سنين رحت البورثمان في جنوب بريطانيا، وكانوا يدرسون الشباب هناك العرب، كانوا يدرسونهم إيرلنديين بريطانيين كبار جنرالات، يعني عميد عقيد ركن، فقال لهم نستقطع من وقت التدريب 45 دقيقة، يقول لهم ساعات الرايد، فجمعوهم في السفينة، فأول ما بديت أعطيتهم نكتة ثم نكتة ثانية، يعني أستلطف قلوبهم متغربين عن أهلهم اللي سنتين واللي سنة ونص. فهذا الجنرال يقول كيف تقطع وقت الطلاب من التدريس، هم يدرسون على سفينة، سفينة حربية يعني يسمونها كاشفة الغام، يدرسون الطلاب العرب هناك، فقال كيف أعطيك من وقت الطلاب 45 دقيقة أو ساعة مع هذا الرجل المهرج، كيف تقول هذا رجل دين؟ فقال الرائد أنت لا تستعجل، الآن توي يبدأ، بعدين اخر المحاضره احكم. فتكلمنا وصار يترجم الرايد، اخر المحاضره طبعا انا رجعت واعطوني هديه ساعه يعني ماركه فخمه، فيقول لي سعاده الرايد بعد تقريبا ما رجعت باسبوعين، يقول الاثنين الجنرالات الكبار اسلموا. يوم قعد الاخ يبين لهم، طبعا قعدوا معهم بينهم مع اسلام، لان بعض الناس ترى مصور الاسلام، مصور المتدينين والدعاه وطلبه العلم، وشهم؟ ها رد يا اخوان، انهم شديدين ومتعقدين وكذا قايلين ها ها سبحان الله الحمد لله ها ومقفلين السلام عليكم. لا لا يا اخي بالعكس، انتم شفتوا مشايخ بالساحه، يمكن جوكم غيري من المشايخ الموجودين، وحضرت خيمه ملتقى الرمضاني تذكرونه برمضان على شرف الشيخ محمد بن راشد، كان الشيخ محمد الشيخ احمد محمود المصري تعرفونه، انا حضرت ذيك اليوم في الشاشه شفته، اول محاضرته كلها طرافه ودعابه. وهذا ديننا، دين يسر وسعادة وانبساط وأنس وضحك، يعني ولله الحمد ما درسنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حديث موضوع أنه لم يبتسم، لأن عنوان محاضرتنا إيش؟ ابتسم.